كده يبقى هي حضور المحاضرة من المجموعة فيها. احنا ممكن يا دكتور نخليها بدل ما نخليها مثلا حضرتك بتقولي بالليل، نخليها مثلا على الساعة 11 مثلا، أو بيبقى وقت يعني ماشي، الناس كلها صاحية فيها عشان انا قلت نعدل. لكم بعض، انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش حاجه على فكره، انا بقول اذا اتناقش اذا ميعاد، انا عارفه ميعاد الساعه 9 الصبح في رمضان ده ميعاد مؤسف، عارف ان كل الناس بتنامش الا بعد صلاه الفجر، فالميعاد اذا كان ضاع، انا بالنسبه لي انا 9 الا ربع وي ار نيوز ذاتي يعني، عادي صحيت اهو هدي محاضره وهنام شويه وعندي الثانيه الساعه 1، فعادي ايه اشتغل 10:30 وبعدين اصحى الساعه 1 دي الثانيه، ما عنديش مشكله. لكن انت مثلا لو عندك محاضره ثانيه ونمت الساعه ونص دول، او في الوقت الجديد المحاضره بتاعتنا متقلصه كتير، فهي كلها على 10:30 11 بتكون خلصانه، لو نمت لغايه 11 وصحيت هيبقى كويس، فبرضه تناقشوا مع بعضكم وهذا اوبشن متاح. اذا كانت محاضره الصباح في رمضان عامله لكم قلق، ممكن نديها بالليل بعد التراويح، بعد التراويح ما هو كده يعني، بعد قول 10 11 ماشي، مش هتفرق خد بالك يعني، انا بالنسبه لي مش قضيه، انا عندي 11 احلى من احلى من بعد التراويح يعني، بعد الصلاه كده نرتاح شويه ننام اصحى كده يعني افوق تاني 11، فده اوبشن لكم برضو تشاوروا فيه وردوا عليه. ماشي يا شباب، انا تمام. العام الماضي، لما رمضان دخل علينا برضو كده في المحاضرات، برضو محاضرة الصبح دي الطلاب راح حط قلبهم بالليل، الواحد مش همه يعني، اهم من ان اديك المحاضرة ان اللي قدامي يستفيد منها، مش قصة اعطاء محاضرة ونجري، فبرضو شوف الناس هتقول ايه وما عنديش مشكلة، اذا لقيتوا كده متفقين عليه بلغوني، بس احنا على جروب الواتس ولا على التيم اي حاجة. نشتغل بقى، وزي ما زميلك قال المحاضرة مرفوعة الناس تتفرج عليها في اي وقت، بديل سماع المحاضرة في اي وقت ده بديل ممتاز جدا، بس ما دامت احنا بنشتغل لايف والشغل اللايف اتعب يعني، انا اصعب عليا ان اسجل المحاضرة وارفعها للمجاميع كلها، شغل اللايف اتعب، فانت ما دمت احنا بنتعب يبقى انت تستفيد من التعب ده يعني، تخلي سماعك المحاضره في المتسجله ده سكند اوبشن، لكن طبعا ما دام تقدر تحضر المحاضرات حته ما فهمتهاش، طرق في دماغك سؤال، جزئيه كده لقيتها ان هي لو استوضحت لك هتبقى الدنيا افضل من كده، حته ما لقيت ان هي محتاج تعيدها في الشرح تاني، كل ده في التسجيل مش هتقدر تحصل عليه، ده الفرق بين الاثنين. بس خلينا نرجع نقول ان احنا النهارده هنركز في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. بص يا ولاد، احنا هنتكلم النهارده في ايه؟ في لينير بروجرامينج فورميليش، اللي انا قلتها لكم المره اللي فاتت انهيت بيها المحاضره، لو انتوا الناس حاضره، حد كان حاضر المحاضره اللي فاتت اللايف الفيس تو فيس؟ ايوه دكتور. احنا لو تفتكروا ان احنا انهينا المحاضره على الكلام ده، ان احنا هنبدا نعمل لينير بروجرامينج فورميليشن يعني، بس المفروض ان انا المرحله دي هديها لك وهسموه. نعم، في سؤال نسيت اساله حضرتك واحنا في السكشن، هو ايه علاقه ترتيب الشنطه والبروجرام اللي هنعمله عشان نرتب الشنطه بكل الحاجات اللي اتقالت دي؟ يعني هي انهي مرحله فيهم؟ المثال اللي حضرتك ضربتيه ده، بص خد بالك، هي الشنطة، هي الشنطة دي مش فيها ايتمز؟ تمام، ايتمز يعني هتسمي التيشيرت يقطع. انا اشتغلت على الصوت ده 4 ايام واديت امبارح المحاضرة كانت فلة. بص الشنطة دي هيكون فيها ادواتك صح؟ تمام. ادواتك دي هتكون اكس 1 ده التيشيرت، اكس 2 البنطلون، اكس 3 المايو، اكس 4 الجزمه، اكس 5 التيشيرت رقم 2 كده، ماشي تمام. معاك في الشنطه دي 10 12 تيشيرت، ماشي، 15 بنطلون، 16 كده حاجه يعني محتويات الشنطه تمام. وادي الشنطه دي فيها حاجتين،
هيبقى 0 و1، يعني يعني يا اما الحاجه دي موجوده جوه الشنطه هي مش موجوده بره الشنطه، اللي موجود جوه الشنطه اللي انا هستعمله، اللي مش موجود بره الشنطه اللي هو خلاص تم استعماله وخرج. تمام. يعني نعمل بروجرام عشان نعرف اللي دخل واللي طلع من الشنطه. ايوه طبعا. تمام. واستعمل وقت وقت استعماله، ما هو انت هتربط استعمال الحاجه بالبروجرام بتاع الرحله، فانت هتغذي البرنامج بايه؟ بالحاجات الافاب اللي كنت لك هتاخدها، والبروجرام بتاع الرحله، وايه اللي هياخد 0 1 وهياخده امتى. اول ما هروح في حاجات هتاخد 0 على طول، اللي هي الجامعه اللي هنام فيها لما اروح اريح شويه بعد المساء. انا هو الصوت بيقطع عندي بس ولا عند الدكتور؟ مشكله. يا شباب حد تاني مثل الصوت بيقطع؟ بيقطع بيقطع. لا دكتور الصوت شغال، يعني تقطيع تتفهم، يعني تقطيع بسيط، هو تقطيع سنه صغيره بس، يعني اللي هو مش قوي يعني كده. دكتور عادي، دكتور الصوت مقبول عادي عادي. تمام خلاص بقى صدقوني، انا يعني بقى خلاص جبت سماعه اللي بيسموها الايربيز دي، ولا مش عارف بيسموها ايه. ايربودز. الف مبروك يا دكتور. انا عارف يا اخويا، انا عارف يا اخويا. اهو كل ترم تهبشونا هبش عشان اديكم المحاضرات. ومظبطت حالي امبارح، اشتغلت محاضره ما الحمد لله كانت امور طيبه. نشوف برضه لو في مشاكل برضه تقنيه قول لي، كل حاجه ليها حل يعني خد بالك. ايوه ماشي. خلي بالك زي ما قلت لك بقى، نرجع بقى ان احنا هنعمل ايه. خب زميلك سال سؤال طيب، على فكره انت لو دخلت على النت بالنت سكيب بروبلم اللي هي تنظيم مشكله تنظيم الشنطه، هتلاقي في مشكله موجوده سيلز مان بروبلم، مشكله البائع المتجول. دي كلها مشاكل موجوده، هي مش مشكله حرفيه بس المشكله بتوصف حاجات اكبر من كده صح يا حبيبي. زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت، المشكله بتاخد اسم صاحبها او اسم التطبيق. هو مشكله البائع المتجول هتشتغل بس همنا في البائع المتجول اللي بينزل من طنطا وبنها ومش عارف ايه في المحطات؟ لا، ما قلت لك مشكله البائع المتجول كل تطبيق هيشبهها هيبقى مشكله البائع المتجول. واديتك مثال عليه ان الجماعه في المراتب في العسكريين بيستعملوه فين؟ بيستعملوه في كل ما يخص توزيع المؤن على الحدود للناس. هو نفس القصه بالظبط، عنده فول في الطياره، عنده مؤن هتنزل، عنده نقط محدده، عاوز يعمل سبلاي للنقط ديت بالريكويرمنتس بتاعتهم، ويرجع قبل ايه؟ قبل المكوب بتاع الطياره ما يفصل منه او ما يفقده او ما ينتهي والدنيا تبوظ منه. فدي ما بقتش بقى مشكله، هي صح مشكله بائع متجول. مشكله الترانسبورتيشن انا ما حيتش كلمتك عليها المره اللي فاتت، لان انت عندك شابتر هنا في الاخر هديهولك كتطبيق اسمه ترانسبورتيشن، مشكله النقل. وانا لما اتكلم مشكله النقل، اهم حاجه في مشكله النقل اشكاليتنا في جماعه بكوس العمليات وتكلفه النقل. فكر انت كده، ايه الفرق ما بين منتج وانا زارع بطاطس وانت زارع بطاطس؟ شوف بقى اكثر من كده، ايه اللي هيخليني انا ابيع بطاطس السوق ب 5 جنيه وانت تبيعها ب 6 جنيه؟ عارف في حاجه؟ الا ان انا مفيش اي حاجه، الا ان انا هي نفس نوع البطاطس زي ما كل حاجه زي بعض، واخد نفس الجو نفس المنتج كله، بس الفرق ايه؟ الفرق ان انا نقلت رخيص وانت نقلت غالي. ايه اللي بيخلينا بنقول تعالوا يا اولاد الحلال نجيب الحاجه من عندنا هنا في مصر من بره وما بيجيبهاش من هنا؟ لان بنحط التكست او الضرايب اللي بتحملها علينا الدوله بتحطها من ضمن مشاكل النقل. المنتج طالع من بلاده، دي ب 100 دولار ودي ب 100 دولار. في بلاد بتحط النقل عندها بسيط، النقل بقى حط عليه كل حاجه، في فيكسد اماونت عادي. ما تحط ما انت نقلتها بضرايب او انا نقلتها بدون ضرايب. ايه اللي فهمتني؟ مش اما ما يجي يبقى بنتكلم قضيه النقل دي من القضايا الخطيره جدا. هل هي نقل بقى نقل بضايع؟ ابدا. نقل بني ادمين، الحاويات، ترتيب وجود الحاويات، الكونتينر. عارف مشكله السفينه اللي كانت راكنه والكونتينرز اللي فيها دي؟
مشكلة نقل. لما كان بيدور هيفرغ السفينة ازاي، خد بالك ان معانا ناس من الجروبات بتاعتنا بدأت تشتغل على تفريغ السفينة، هيتم ازاي لو تفريغ السفينة انت بتحس بيها ازاي؟ سيبك دي حاجة، دي اكسيدنت او حادث عابر. انت لما بيكون مثلا لو انت يعني حد من قريبك او كده شغال في نقل بضايع من الصين او الناس اللي هي بتتاجر والحاجات دي، مشكلته في مشكلتنا في الحياه ان انت مثلا تصل عليك المينا تقول، هل المينا تقول لك تاخد الحاجه بتاعتك هتنزل يوم السبت؟ اسال اي حد من اصحابك او حبايبك او اي حد شغال في الشغله دي بينام في المينا على ما يجيوا بضايعهم ويرجعوا. الناس بتسافر على ان الحاجه يوم السبت من الله ان استلمتها خميس. على فكره دي مشكله نقل مش مشكله حاجه، مشكله واحد من الناس مش منظمه عمليه خروج الحاويات. المفروض لو انا الحاويه دي واخده بوزيشن اكس اي جي، اكس اي جي كي يعني متغير، خد اي جي كي يعني بعده، اي ده اي جي ده بعده، احنا كنا قاعدين في الثلاث ابعاد اي جي كي. المفروض لو انت المكان اضيفه لبعد رابع وهو التايم، يبقى المتغير خد اربعة سافكس اي جي كي تي. اي جي كي حدد لك بوزيشن التي الزمن المفروض تستلمها منه. لو انت معاك بروجرام محترم وموثق متوثق بالعميل، تصوير تواصل كده طيب والناس عامله شغل مظبوط، يقول لي الحاويه اللي بوزيشن بتاعها 2 3 8 هتخرج الساعه 12 42 دقيقه. تفهمت قصدك ايه؟ لا هو انا ما فهمتش الاتجاهات دي او الثلاث الحروف دول، ايه علاقتهم بالتايم والكلام اللي اتقال ده؟ معلش مش من لو متغير واحد يبقى اسمه اكس واحد صح؟ ايه صح حضرتك، هسمي المتغير اكس واحد. متغير الحاويه اسمها اكس واحد صح؟ ماشي. ارتفاع في انتهاش برضو. حضرتك كنت بتتكلمي، انا ما سمعتش غير ارتفاع. بقول لك انت لما بتاخد اي انت لو عايز اي لو افتر ان انا عندي كونتينر، الكونتينر ده هياخد سافكس يعني بدل اكس واحد يعني هياخد اكس واحد اتنين تلاتة. ليه؟ لان ده بعد، لان ده قاعد مش قاعد في بعد في الفراغ، على بعد واحد متر من دخول الحاويه، مترين من عرضها، ثلاثه من ارتفاعها، يعني هو واخد بعد في الفراغ. تمام فاهم حضرتك، عشان كان فتحط له بعد ايوه فتحط له بعد رابع وهو الزمن اللي هو ايه. الحاويه دي هتخرج امتى من الكونتينر ده هيخرج امتى من الحاويه الكبيره؟ تمام فهمت ماشي. يعني اقصد اقول لك يا حقيقي انا مش بفخم في العلم، لان هو المنتج بتاعي ولا الكلام فاضي من ده ما يخصنيش، لكن هو فعليا هذا العلم داخل في كل تطبيقات حياتك. وزي ما قلت لك المحاضره اللي فاتت، انت رؤيتك للاشياء بيختلف بعد دراستك لهذا العلم. نعم انا اللي خلى عندي فضول الماده دي اصلا ازاي، انه ايه علاقه الترتيب الشنطه في حياتنا اللي هو كده يعني. كل ان شاء الله يا رب مصروفك في جيبك. هي اللي علق معايا بتاع الشنطه ده عشان بصراحه ضحكت. لا ولا يضحك، وده بص ده بالعكس ده مشكله معروفه. ان شاء الله مصروفك في جيبك، بعد كده هتفكر ازاي انا اصرف مصروفي وضع امثل. شفت بقى ترتب حياتك في اقل من كده. مصروفك في جيبك، ازاي اصرفه بوضع امثل. وقتي اللي عايش فيه، وقتي وعمري ازاي اضيب بوضعية امثل. علاقتي باللي حواليا، لا ده ممكن تبقى امثل في وضع امثل افضل من كده. وزي ما فهمتك بقى الامثلية درجات. ماشي يا شباب. نرجع بقى، ايه اللي انت المفروض هنبدأ نشتغل في اللينير بروجرامينج فورميليشن؟ زي ما انا قلت لك الكلام ده كله ببقى كده، مش محتاج تعرف منه اكتر من ان طبعا لازم تديني تطبيق ابليكابل يطبق. يعني ما تدينيش تطبيق مش هنتكلم في حاجات في الفراغ،
الابوليشن او الابوليشن ريسيرش دي حاجات انا لازم احط ايدي عليها، تطبيقات حياتيه مش هنتكلم في حاجات لا مرئيه، فهمنا؟ والسوفرينتي يعني ان انا اقدر مساله يبقى لها حل، زي ما قلت لك ما تدينيش مثال مهنا بدور لك على افضل حل متاح، سوفرينتي يعني قابليتها للحل. ما تدينيش مساله زي ما قلت لك واحد يقول لي انا عايز اعمل دايت واكل يشوف اللي هو يحط لي بقى اغلى اكل في السوق ويقول لي هدفع في الوجبه 20 جنيه، خلاص هيطلع لي شروط غير متعارضه، هيطلع لي شروط غير متاحه او حل غير متاح، شروط متعارضه. واحد يقول لي انا هدفع في مشروع 100,000 جنيه وعايز اكسب 500,000 جنيه، ما كانش حد غلب، روح بقى شوف حد يعمل لك السحر ده، انت كده مش عاوز اناليست ولا عايز حد يحل لك بميثودولوجي علمي، انت عايز ساحر بقى، انت كده عايز ساحر، فهمنا يا ولاد؟ ايوه. يعني انا لازم مساله تكون قابله للحل ولازم تكون تتبع تطبيق حياتي. وزي ما قلت لك احنا عندنا نوعين اتنين من الكلام، احنا بنتكلم على متغيرات قرار decision variable، وعندنا دالة هدف زي شفت دوال هدف. بس احنا قلت لك طبعا للتبسيط انت في شغلك طول ما انت معايا في الكورس ده مش هنتكلم الا دالة هدف وحيدة، يعني انا هكون مثلا داخل مشروع عندي 10-12 دالة هدف، اهمهم ان اكسب، اهمهم ان اقلل التكلفه انا اللي هختار، اهمهم ان اقلل العماله، اهمهم ان اقلل الفائد. يبقى انت كمتخذ قرار اللي هتقول كل دي اهدافي ولكن انا يهمني اكتر ده، خلاص يبقى انا هشتغل معك على هدف واحد. بكره شويه اللي منكم هيكمل في المشروع ده. زي على فكره حابه اقول لك ان تلتين البنات المعيدات عندكم والمعيدين مش غريب مكملين دراستهم العليا في الاوبريشن ريسيرش، دي من الحاجات برضو المعلومات الطيبه اللي لازم تعرفها. ليه؟ عشان وانت ليه كل ده ولسه قلت ليه؟ ما هو لان هو مش دراسه مره المنهج يا واد. لا انا بديك انترودكشن، وانا بديك انا هديك العلم، بقول لك انا من سنه 95 خريجه للنهارده شغاله بكوس في نفس الاريا، بتتكلم في ايه؟ ما شاء الله. انت الدنيا يا حبيبي، انا بديك بيز الاربع عواميد اللي هيقف عليهم المبنى، كل واحد يعلي المبنى زي ما عايز بقى. ايوه عليها دور اول، عليها دور تاني، اعملها برج، اعملها ناطحه السحاب، كل ده وانت وعلامك فيها. بس انا حابه اقول لك بس تحط جمله تحطها في دماغك، ان تلتين طلبه علوم حاسب بيكملوا في الاوبريشن ريسيرش والارتفيشال انتليجنت الذكاء الاصطناعي، ده عندنا جزء من بحوث العمليات هو الذكاء الاصطناعي. فبرضو دي من الحاجات اللي انت وانت بتذاكر المنهج عينك عليه، ممكن تكون انت، انا عندي طلاب بتوع الماجستير والدكتوراه صدقني والله وهذه حقيقه يشهدها الله، ان بلاقي الطالب بديله بذاكر معاه ماجستير ودكتوراه والبيز ده اللي هو اللي انا بشرحه لك ده بيبقى واقع منه. ليه؟ اما اجي اخد الكورس ده ما اهتمش فيه، ما اخدوش مع حد كان متفرغ له، اي اسباب يعني. فدي برضو من الحاجات المعلومات اللي دلوقتي يعني اللي هو البيز ده اللي هو البيز اللي انت بتاخده. يعني ساعات اضيع وقت من الاوقات مفروض يكون الطالب جاي لي بليفل معين او عارف حاجات معينه، بتفاجئ ان الطالب ما يعرفش يعني ايه solvability مثلا، هي الجمله اللي قايلها لك دي يعني ليها تعريف رياضي شويه هناخده، ما يعرفش يعني ايه solvability، ما يعرفش شويه definition من اللي هنقولها بعدين كده يعني. تمام. قلت لكم انا الكلام ده المره اللي فاتت في المحاضره، قلت لك ان المشكله بتاعتي هي ثلاث اجزاء، لما اقول لك اعمل مشكله linear programming يعني او ايه هو الماثيماتيكال موديل اللي هتقلب فيه الحكايه الرغي للرياضه، قلت لك عشان تكون عاملها لازم تكون عامل لي ثلاث حاجات. اول حاجه محدد الجيم فاريبل، متغيرات القرار، كلمت في المحاضره عنها كتير وقلت لك دي المتغيرات اللي حضرتك هتاخد عليها القرار.
اللي هي ايه لو بيسالني على الماكس على لو الراجل هدفه مرتبطه بهدف الاوبجكتيف فانكشن، لو هدف الاوبجكتيف فانكشن ان انا اعلي المكسب يبقى اروح اشوف ايه اللي بيتباع في النموذج، لو هدفه اني اقلل التلفيات يبقى اشوف ايه اللي هيتقص وايه اللي بيتعمل وايه الشغله، يبقى هي دي متغيرات القرار. فهمنا يا اولاد؟ يبقى المتغيرات الجيم فاريبل مرتبطه بالاوبجكتيف، اشوف عينه على ايه واحدد متغيرات القرار. بتحديدك الدقيق لمتغيرات القرار انت عملت نص المساله. تاني حاجه طبعا هتفهم من الراجل ايه الاوبجكتيف اللي هو عايزها، ايه الجول بتاعه. ما انا قلت لك هو عنده اهداف متعدده، لكن هيبقى في منهم واحد هو الهدف، يا اما يعمل له مينيمايز يا اما يعمل له ماكسمايز. زي لو قلت لك لو بروفيت هي ماكسمها، لو كوست يبقى هي يعمل لها مينيمايز. الشروط زي ما قلت لك اللي هي بقى قيود على المساله، لان انا لو ما كانتش عندي قيود كنا هرجع للكلام اللي قلت لك في المحاضره اللي فاتت، ان انت شغال بايه، ان انت شغال ب ليميت ان ليميتد ريسورس، وبناء عليه ما عندكش شروط، وبناء عليه ما عرفكش، لان المفروض ان ما فيش حد ما عنده ان ليميتد ريسورس. المفروض ان كلنا غلابه، والغني الوحيد في الدنيا اللي عنده ان ليميتد ريسورسز هو الله، بعد ربنا ما فيش حد عنده ان ليميتد ريسورسز، فكلنا كده فقراء. يعني احنا عشان كده واحنا شغالين في اي نموذج عندنا شروط. لو انا شغال في مصنع عندي شرط وقت تشغيل المكن، عندي شرط ما اقدرش ادفع عماله الا كذا، عندي شرط ان انا لازم اجيب رو ماتيريال، فلوسي ضعيفه مش هجيب رو ماتيريال بمبلغ معين، زي ما هنشوف بعد شويه. فهمنا يا اولاد؟ فهمنا؟ تمام يا دكتور. خلاص كل الشروط بتاع التحقيق لابد انها تكون متحققه، ان انا هقدر اضيف لو شغال في اكتر من منتج هقدر اضيفهم مع بعض، عشان كده قلنا نقدر نضيف الدنيا. لو الجيم فاريبل محتاج عنده حاجات هتتقسم في وقت معين اقدر اقسم، دي كلها بلنا في المسائل اكتر. ازاي تبدا تعمل المساله؟ انا اشرحتها لك بطريقه افضل من دي كمان، انك هتحدد متغيرات القرار، هتشكل اوبجكتيف فانكشن، هتعمل اكسبريشن زي ما انا علمتك، زي الست رول اللي انا قلت لك عليهم المره اللي فاتت بالظبط. انواع الشروط زي ما قلت لك المره اللي فاتت، يا الشرط يكون اقل من، يا مساواه، يا اكبر من. اعرف منين الكلام ده يا دكتور؟ هعرفه على حسب ايه؟ على حسب ما هو هيقول لي. شكل داله الهدف هتبقى مينيمايز او ماكسمايز لمجموع لداله، اهي داله خطيه. جات لي منين الداله الخطيه؟ هم دول متغيرات القرار. يعني هيقول لي مثلا ايه، انا بنتج نوعين من الكمبيوتر اكس 1 واكس 2، بكسب في النوع الاول $10 وبكسب في النوع الثاني $15، يبقى انا هماكسمايز التوتال بروفيت اللي هم كام. انا بنتج اكس كميه من الكمبيوتر الاول، اكس كميه احنا مدخلين المساله عشان نعرف الاكس كميه دي كام، وبنتج اكس كميه من الكمبيوتر الثاني، الاول بكسب فيه 10 والثاني 15، يبقى لو ضربت ال10 في اكس 1 هجيب كل الربحيه من انتاج الكمبيوتر الاول، وهجيب اكس مضرب 15 في اكس 2 يبقى بجيب كل الربحيه من انتاج الكمبيوتر الثاني. لو جمعتهم على بعض يبقى هجيب التوتال بروفيت اللي المكان او المصنع ده بيحققها. فدي بتبقى كده شكل داله الهدف. الشروط دي بكونها ازاي بقى بالرياضه دي؟ هو هيقول لي، نيجي مساله الكمبيوتر دي، هيقول لي خد بالك كل شرط هيعبر عن حاجه يا اولاد. الشرط ده مثلا هيعبر عن الرو ماتيريال، الرو ماتيريال اللي بيعملها الكمبيوتر، الشيبس والزراير ومش عارف ايه والشاشه وكل ده هنسميه رو ماتيريال. الجهاز الاول بياخد 40 وحده من الرو ماتيريال، 40 وحده على بعض من اي حاجه، هم يقولوا بقى ساعات نفسرهم وساعات ما نفسرهمش. الجهاز الثاني بياخد 85 واحده من النوع من الرو ماتيريال، لكن كل الرو ماتيريال الافيلابل ليها في اليوم هي 10,000 وحاجه. يبقى لو كان الجهاز الواحد بياخد 40 هضرب 40 في عدد الاجهزه، والجهاز الثاني بياخد 55
حضرة ب55 في عاد أجهزة، مفروض الكلام ده كله ما يتعداش المتاح اللي عندي في المصنع كله. طب ده روم ماتيريال. مال الشرط التاني هيبقى ايه؟ الشرط التاني هيبقى عمالة. الجهاز الأول ياخده 30 عامل، الجهاز التاني ب55 كومبوننت ده أكيد هياخد له مثلا 34 عامل، وأنا كل العمالة المحققة عندي هي 600 عامل في اليوم مثلا. طيب ما التالت هيبقى ايه؟ التالت هيبقى مثلا وقت تشغيل. الجهاز الاول يحتاج وقت ساعات تشغيل مقدارها 12 ساعة، الجهاز التاني يحتاج ساعات تشغيل مقدارها 14 ساعة، مجموع عدد ساعات التشغيل في اليوم كلها 240 ساعة. هتقول لي يا دكتور ازاي بس هو اليوم فيه 240 ساعة؟ اقول لك يعني هو احنا بنشتغل عامل ثم عامل، ممكن العامل الناس شغالة برايل، واحد بيجهز في الشب والتاني عمال يجهز في الميكروفون، والاثنين بيروح الواحد بيراكمهم في نص دقيقه. فهمتني؟ فهما اقول عندي انا هتقابلها السؤال اللي هتساله لي، هو انا عندي 300 عامل في 300 ساعه عمل في اليوم؟ اه عندي. ما انت بتشتغل 8 وزميلك 8 وانا 8، يبقى احنا كده ايه عندنا اجمالي عدد ساعات شغل مش اجمالي عدد تنفار يعني. فهمنا يا ولاد؟ طبعا وفي الاخر لازم اكون محدد متغيرات القرار. اهي الجماعه بتوع الرياضه ساعات يقول لك ايه سي 1 اكس 1 زائد سي 2 اكس 2 زائد زائد. طب ما تيجي ناخدها بشكل سميشن كده اهو. اللي معلمه لك عليها دي شكل السميشن كده، علامه السميشن. السميشن دي معناته تجميع جي بتتحرك من واحد لان، يبقى سي واحد اكس واحد زائد سي اتنين اكس اتنين زائد سي تلاتة اكس تلاتة، ده اسمها سميشن. وكل شرط من دول سيجما اي اي جي اكس جي ايكوال بي، ده واحد احدى الشروط دي. هثبت يبقى الشنة في الشرط الاول والجي بتتحرك على التاني. دكتور معلش، وانا شايف قدامي اللينير بروجرامينج فورميليشن الورقه ما اتحركتش. عندنا ما اتحركتش. لا ما اتحركتش. طب وانتوا سايبيني اشتغل مع نفسي؟ ما انا احنا قلنا ممكن يكون النت هو اللي بيعمل لاج ولا حاجه. اسمعني، طب نعمل لاج كل ده يا ولاد؟ مش تخليكم معايا كده على الخط؟ حاجة ممكن اعملي سكرين للشير كلها مش لحاجة معينة. انا عامله سكرين للشير، شوف كده نقلت ولا ما نقلتش؟ نقلت؟ كده بيتنقل. انا كل ده قلته خلاص. طب ارجع، لازم تشوف دي شكل المساله كده قدامك. هو ده اللي كنت بحكي فيه وانت بتسمعه، انها تبقى دلت الهدف مجموع حاجات، وكل شرط من دول بيمثل حاجه معينه. يعني الشرط الواحد يا اولاد متجانس، ولكن الشروط كلها مختلفه. دي برضو من مشاكل حل المساله، ان انت عندك يعني زي ما قلت لك الشرط الاول ده هيتكلم على العماله، الشرط الثاني ده هيتكلم على وقت التشغيل، الشرط الثالث هيتكلم على الرو ماتيريال وهكذا. طيب تعال بقى نقرا مساله كده مع بعضينا ونشوف هو الرغي ده هنحوله لنا رياضه يا دكتور. هنشوف ازاي. ريدي ميكس برودكت، يا شركه معاكم المثال قدام عينكم ولاد، مثال 251 ده. طيب ريدي مايك كومباني دي شركه، يعني الناس طبعا بتحب تسمي اسامي الشركات كده ايه، اسامي حلوه كده برضو يعني. فهو الراجل اختار ان يسمي نفسه ريدي ميكس. ماشي، هتعمل ايه يا ولاد؟ هيعمل نوعين من الدهانات، انتيريور اند اكستيريور بنس اهو.
يعني دهانات خارجية وداخلية. عشان يعمل الدهانات دي هيستخدم اتنين ماتيريال، هيعمل خليط، خليط من الماتيريال. يعني لو انت كده مش احنا ما بنيه بيجوا بيضوا بيحطوا حاجات على حاجات عشان يطلعوا الدهان، هو كده يعني دهان خارجي ودهان خارجي داخلي، اللي هو تسميه مثلا احنا بنسميه البطانة، وبعد كده الايه، وبعد كده الوش الخارجي. From the following table، ايه الراجل بقى؟ ادي ساعات المساله تجي لك بالمنظر ده. طبعا لما جابها لك في شكل ماتريك كده وتيبل جاهز، يبقى كده احنا بنحبك. ليه؟ لان بعد شويه مش هديها لك كده، هنا دي بيسموها كده، انت اللي هتطلع الماتريك ده من الرغي بتاعه من نص الكلام. بس طبعا دي اول مساله، فمديها لك بطريقه ايه، على قدك يا وش يا وش كده. الرو ماتيريال الاولاني M1 والرو ماتيريال الثاني M2. نوع الدهان الخارجي عشان يتعمل عايز 6 من الرو ماتيريال الاولاني، وعايز 1 بس من الرو ماتيريال الثاني. والانتيريور ماتيريال عشان يتعمل بياخد 4 من الرو ماتيريال الاولاني، وبياخد 2 طن 4 طن اي حاجه بقى، لان احنا هنعمل دي شركه كبيره. لا ايوه الكلام كله بالطن اهو، شفت اهو الكلام كله بالطن، ان ده هيبقى شركه كبيره. وهتعمل ايه؟ 2 طن من رو ماتيريال التاني. لكن الشركه دي راس مالها كله ما تقدرش تجيب في اليوم ال 24 طن من الماتيريال الاولاني و6 طن من الماتيريال التاني. يعني بيعمل خلطه يا اولاد، خلطه يعمل بيها دهان داخلي ودهان خارجي. زي ما قلت لك الدهان الداخلي اللي هو احنا بنسميه، لو انت بتعرف يعني او دخلت في بياض بيتكو او كده، اللي هو اللي بيسموه ليه، اللي هو البطانه بتاعت الدهان دي، معجون يعني وبطانه وحاجات زي كده. والدهان الخارجي اللي هو الدهان الملون اللي بيتحط بعد البطانه ده. الراجل بيكسب ايه؟ الراجل لما حد يجي يشتري منه الجزء الداخلي او البطانه بتاعت الدهان بيكسب $5 في الطن. ولما بيجي بيبيع الانتيريور اللي هو الدهان الخارجي الملون يكسب 5، والانتيريور الداخلي بيكسب كام؟ بيكسب 4. طيب كل ده انا لسه ما اعرفش فين متغيرات القرار. ولو حد قال لك عرف من كده حدد متغيرات القرار، يبقى ما علمكش. متغيرات القرار اعرفها من انا داخل الهدف عندي ايه، ايه هو الجول. عشان قلت لك ايه هو الجول من المساله الاول. ريدي مايك ده عايز ايه؟ تو ديترماين اوبتيمم برودكت ميكس، احسن خلطه اوف انتيريور اند اكستيريور بينت ذات. يعمل ايه يا اولاد؟ ماكسمايز التوتال بروفيت. يبقى هو عاوز يماكسمايز البروفيت. هو ايه اللي بيتباع؟ ابدا اشوف بقى ايه اللي بيتباع. هل اللي بيتباع الرو ماتيريال، ها، ولا اللي بيتباع الدهان كامل على بعضه؟ ايه اللي بيتباع يا ولاد؟ الدهان. يبقى انت كده هو اكس 1 كميه المنتج من الدهان الاول، اكس 2 كميه المنتج من الدهان الثاني. واضحه دي؟ واضحه دي يا رجاله؟ تاني كده معلش يا دكتور. يعني المساله فيها حاجتين، فيها رو ماتيريال بيعمل منها الخلطه ساعات، وفيها دهان اتخلط على بعضه عمل منه اكستيريور بنت، وخلطه تانية عمل منها انتيريور بنت. خد بالك انت لو راجل بتاع سوق جمله، لو انت بتاع سوق جمله بتاع جمله الجمله، هيبقى هدف انت بتبيع رو ماتيريال، صح ولا لا؟ لكن انت لما بتبقى تاجر اقل شويه فانت بتبيع خلطه الدهان على بعضها. فانت انا مين فيهم بيحددها لي المساله. هو الشركه دي بتعمل ايه؟ بتعمل انتيريور واكستيريور، بتعمل خلطه. عارف انت لما تروح تشتري
حد منكم قرب من حاجه من الساعات انت تروح تلاقي مع صفيحه معجون مخلوطه على بعضها وجاهزه تديها لك. ايوه ويديك الدهان اللي انت عايز تختار اللون ويدولك متدرب جاهز ويقول لك روح ادهن. عادوا بيعملوا كده دلوقتي، ما عادش زي زمان الراجل اللي بيشتغل اللي هو صنايع الدهان هو اللي بيعمل خلطات. لا عاد دلوقتي الناس بتروح تعمل خلطات عند الشركه، يروح عند يوتن ولا حاجه تقعد انت تختار اللون هتدهن كم حيطه بعرض كم بتاع، يقول لك خد الجالون ده خلاص كده تخلط وخلص. مش بيحصل كده دلوقتي؟ هو ده، احنا كده في يوتن، احنا في يوتن ومجهز الحاجات للناس الخارجية اللي هتشتغل. لكن لو انت كنت اللي بيشتري مني يوتن بقى نفسه، يبقى انت ساعتها كان هيبقى هدفك الرو ماتيريال. يبقى ارجع واقول تاني، هنا فهمت هو عاوز يماكسمايز ايه؟ التوتال ديلي بروفيت. اروح على النموذج، النموذج قال ايه اللي بيتباع؟ قال الاكستيريور والانتيريور. يبقى اكس 1 تمثل عدد الطنز او عدد الاطنان اللي انا هعملها، هستعملها من اكستيريور بنت، واكس 2 عدد الاطنان اللي انا هبيعها من الانتيريور بنت. اذا كنت بايع اكثر في الطن الواحد 5 بتاع الاكستيريور، في الطن الثاني 4 بتاع الانتيريور، فاكيد انا هكسب من بيع الاثنين. وانا مش عارف هبيع كم طن من كل منتج، فاكيد هيبقى المكسب الكلي من الاكستيريور هيبقى 5 اكس 1، مكسبي الكلي من الانتيريور هيبقى 4 اكس 2، وانا ببيع الاثنين على بعض يبقى اكيد هجمع دول، واكيد هعمل لهم ماكسمايزيشن لان انا هدفي اعلي الربحيه. واضحه يا ولاد المعادله الاولى دي؟ واضحه يا دكتور. خلاص وصلت معايا لتحديد المتغيرات القرار وتشكيل دالة الهدف، صح؟ يعني دلوقتي المتغيرات هو كمية اللي هتتباع، صح؟ ايوه، هو اللي قال لي كده، لانه قال لي عايز اعلي الربح. اعلي الربح يبقى اروح اشوف المنتج هيتباع ايه، ويبقى هو ده متغيراته. تمام. طيب نيجي بقى، لو كان الراجل ده فلوسه يا عيني مش محدوده على قد حاله زي حالاتنا كلنا، ما كانش هيلجأ لي. بس هي اشكاليته ان هو ما عندوش، ما يقدرش راس ماله ما يجيبش ال 24 طن من الماتيريال الاول و6 طن من الماتيريال الثاني، عشان كده رجع لي. لكن لو ما كانش عنده كميات محدوده متاحه ما كانش هيعوزني، لان انا هرجع اقول له صح انت عاوز تكسب دول، بس خد بالك عشان لا مش عمرك ما هتستعمل رو ماتيريال اكتر من اللي عندك. ليه؟ انت بتستعمل 6 طن عشان تعمل الخلطه دي، و4 طن عشان تعمل الخلطه دي، وكل اللي عندك 24 طن. يبقى انت لو هتنتج اكس 1 من الاكستيريور هتجمع وتضربه في 6 وتجمع عليه 4 من اكس 2، والكميه دي كلها لا تتعدى 24. اقل من ليه يا دكتور؟ قلت اقل من، ما قلتيش ليه اكبر من. يا سلام، ما اقدرش اقول اكبر من حتى لو ما قليش. وينفع اقول له خد حل تحقق تستعمل فيه اكتر من اللي عندك؟ طب ليه ما قلتيش مساواه؟ يعني هو يعني لو انا كسبته ووفرت له هيزعل؟ فهمت؟ يبقى هقول ايه اهو، 6 اكس 1 زائد 4 اكس 2 اقل من 24. طبعا لازم اقول له اقل، ما ينفعش اقول له اكبر لان انا مش هقدر اخليه يستهلك ماتيريال اكتر من كده. مش ينفع اقول له مساواه لان ساعتها هبقى انا يا سلام لو قدرت اكسبه وفي نفس الوقت اوفر له طن ولا اتنين، مش هيزعل الراجل، عمره ما هيزعل. هتزعل لو انت عندك مشروع وكسبت واخر النهار اتوفر منك رو ماتيريال؟ لا طبعا لا، تبقى معايا العمل بكره. طب اكيد بقى خلاص انا بقي وجعني من الكلام، الشرط التاني هيكون ايه؟
يلا حد يقول. انه مثلا ما يقلش عن كميه محدده. لا الشرط الثاني، احنا كده عملنا شرط الرو ماتيريال الاولاني، الشرط الثاني هيبقى ايه دكتور؟ الشرط الثاني هيبقى 1 x 1 بلس 2 x 2 less than 6. ايوه كده حبيبي، less than or equal، less than or equal، معلش equal 6. برافو عليك، كده كده معايا حد صاحي. خلاص مش هقول بقى طبعا اكس ده بيبتدا 1 في اكس 1 زائد 2 في اكس 2 اقل من او يساوي الستة. واوعى تنسى ابدا ابدا، شوف هتلاقيها من هنا كده اهو اقل من الستة. خلي بالك بقى هنا هنلعب معاك شويه، هنلعب معك. وطبعا اوعى تنسى ان اكس 1 واكس 2 لازم تحدد انهم ارقام بوزيتيف، لالا وقعتك بيضة بعد ما تحل تقول للراجل انتج سالب 4 من سالب 4 من الاكستيريور و14 وسالب 15 من الانتيريور، يعني الراجل بقى كده خلاص يلطم. عارف ان انت لو نسيت الشرط ده اهو، ان تكتب له اكس 1 واكس 2 اكبر من الصفر، يا خبر ابيض، ده اهم شرط في المساله. لان انت تحدد متغيرات القرار بتاعتك هتبقى موجبه، هتبقى سالبه، هتبقى باينري، هتبقى انتجر. هنا تكتب انها انتجر ولا ما تكتبش؟ ينفع تكتب هنا انتجر؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان الاوزان هنا بتتوزن بالطن. هو انا لو الحل طلع 4 طن ونص في حاجه ما اعرفش عدها؟ عيالي ركزوا معايا، الحاجات دي هي دي هو ده الاساس، بعد كده الحل اسهل، ما بقى في اسهل منه. الرغي اللي بغيه معاك ده هو ده هو ده الاساس. يعني انا المساله دي بتتوزن ولا بتتعامل؟ بتتوزن. ما دام بتتوزن يبقى ما تقولش انتجر. لكن لو كنت بسألك على واحد هيصنع دواليب وكراسي، واحد هيصنع سيارات طيارات، ساعتها تفهم ان المسألة دي ايه؟ تعد. وساعتها لازم تحدد ان الحل يبقى ايه؟ انتجر. انتجر خلاص. هنا لا، هنا كفاية ان انت هتقول اكس واحد واكس اتنين اكبر من الصفر. خد بالك بقى المسألة مش هتجيلك بالبساطة دي، ده احنا هنلعب معاك شوية. هشوف لو انا قلت لك النقطة دي. ايوه طبعا. يا جماعة كل شركة عندها الناس السيلز مان، يعني الراجل المبيعات اللي فيها، اللي هو او دعم اتخاذ القرار بقلب الشركة دي. يعني الشركة هتقول ايه؟ يعني خد بالك برضو وانت بتعمل النموذج اعمل حسابك ان دايما دايما الكميات الدهانات الداخلية بتبقى اكتر من الخارجية. يعني انا لما باجي بأسس لشقة او هبني هعمل هبيض لشقة، لو انا قلت ممكن اقول كده او العكس اي حاجة، اقول خدوا بالكم يا جماعة ان الشقة الطبيعية لازم تاخد دهانات داخلية اكتر من الخارجية. الداخليه بنقعد وش 2 3 الارض الحيطان مجحره كده كده، لما نخليها ناعمه زي الحرير، وبعد كده الفرشه الاخيره بتبقى كمياتها ايه اقل، انها بتدهن على حيطه ناعمه. طبيعي لو انا يعني حد بيسالني في مساله زي دي هقول له خد بالك ان الدهانات الايه الداخليه بتستهلك اكتر من الدهانات الخارجيه. طب انت بقى تفسر دي ازاي يا حلو؟ بص ادي قالها له الراجل وانا ولا بتاع دهانات ولا حاجه ولا عارية المثال ده قبل كده. يعني احنا ما بنبقاش مركزين في الامثال اللي احنا بنكتبها في الكتاب. خلي بالك قال له ايه؟ سمعت حد يقرا لي الجمله دي؟ The first diamond restriction that exists daily production
of interior over exterior. يعني ايه؟ يعني الناس الخبرة بتوع الدهان قالوا يا عم خد بالك ان المطلوب اليومي first demand، المطلوب اليوم الاول، المطلوب الاول من بعد ما انت تعمل النموذج كده، اعمل حسابك في النموذج restriction، يعني يقيدك بايه؟ بزيادة المنتج من الانتيريور عن الاكستيريور. بمقدار shouldn't exceed one، ما يزيدش عن one. يعني الانتيريور يقل يزيد عن الاكستيريور بكمية لا تقل عن واحد. يعني لو تطلع 4 طن انتيريور تطلع على الاقل 3 طن اكستيريور. نترجمها ازاي؟ يبقى هو طلب طلبين تانيين رخمين اهو، سماهم restriction، قيود تانيين، ان تعمل حسابك وانت بتعمل النموذج تزود الانتيريور عن الانتيريور بمقدار واحد. نفهمها ازاي يا ولاد؟ دي ماركت قالك كده، ماركت قالك ما الانتيريور بنبيعه اكتر من الاكستيريور بزيادة واحد، يبقى هتقول ان الانتيريور اكس 2 ناقص الاكستيريور اكس 1 لا يتعدى 1 اهو. ده طلب بتاع الانتيريور ايه؟ انتيريور داخلي واكستيريور خارجي. خد بالك عشان برضه اقول لك جمله دايما، لو حد منكم مش جاي من مدارس لغات هيرى ان الكلام ده الانجليزي صعب عليه شويه، صح؟ بالظبط. مستغرب. لا اسال يا حبيبي، ما كنتش تسالني هتسال مين؟ الانتيريور والاكستيريور دول هم ايه بالظبط؟ والاكس الانتيريور اسمهم ايه في المساله؟ اللي هو زي الانبوت والاوتبوت يا واد، اللي هي اولاد البطانه والدهان الخارجي، ما انا قلتها 10 مرات. لا انا مش مركز، انا عايز انام اصلا، سوري. يا لهوي بجد. طب الاكس واحد والاكسين دول ايه في المساله؟ قلتم ياما ولا جبت الكهرباء؟ مطبق من امبارح عشان احضر محاضره حضرتك. ما انا قلت الكلام ده، مش انا قلت لكم انا عارفه انقلوا المحاضره ديت خلوها بالليل؟ ما انا عارفه والله. عارف لو انتم مثلا لو باقي المحاضرات طيب، ما احنا لو نمنا كده كده مش هنصحى غير بالليل، فباقي المحاضرات ما فيش امكانيه برده ننام. الساعه 11 بقى، مش هتصحى الساعه 9 8 ونص؟ لا بصحى، انا بنام بصحى المغرب. ما ينفعش اصحى نص اليوم. والله ما ينفعش اصحى نص اليوم. ليه؟ اهو بنام من مش هتصلي الظهر يا ولا؟ اصلي بقى مش عارف. يا لهوي، مع العصر والمغرب صح؟ مثلا قبل المغرب كده بصلي الظهر والعصر. يا واد حرام يا ولا بجد؟ لا يا حبيبي، انت بتظبط منبهك اقصى حاجه، انت صليت الفجر ونمت، ده دي بعيده بقى. وانا اقول لك بدور على الامثليه، امثليه ايه اللي احنا خربنا الدنيا؟ لا 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 صدقني، خد بالك انا ام وعيالي زيكم كده هربين من الصلاه، بس واجب عليهم ده ان واجبي ان والله ابني 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 في امتياز اسنان، وارد اقول له يا محمد يا محمد قوم الظهر اذن يا ابني، هو حي على الصلاه دي لينا لنا ولنا ولا لنا ولنا ولا للكفار كده 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 لغايه لما العيل لما ننام ما بنعرفش نصح. بس لا لا انما لو صحيين بنصلي يعني. لا والامثليه هتجيبها منين؟ هو بقى ده قرار، مش انا قلت لك الحياه قرار وانت تتخذ القرار. هل القرار بالزبط. هل لو انا نمت، لو انا ظبطت المنبه وقمت على الصلاه، هل هذا القرار افضل ولا اني اخلي الشيطان يركبني وازود لي النوم؟ انهي قرار افضل؟ انا قرار المنبه. طبعا لا، انت عشان كده قلت لكم محاضره الصبح، انك هتصحى الساعه 11 عشان خلاص كويس جدا. وانت لو نمت من بعد الفجر الساعة 4:30، الساعة بتخلص 4:30، من 4:30 ل 11 ما خدتش نومك؟ أربعة ونص ل 11 نمت 7 ساعات. لا ما هو بننامش، أنا بنامش 4:30 بنام 8. هو المهم يعني بالليل هتبقى حلوة برضه. 4:30 تنام 8؟
طب بتقعد تعمل ايه، بتذاكر؟ لا بقعد مثلا لحد الشروق كده، بعدين بقعد اسمع حلقتين من مسلسل وانام. مسلسل ايه؟ والله اي مسلسل بقى، المسلسلات النازلة دي. ابو المسلسلات يا بابا، مسلسل ايه مستحيل. هو لسه في حد، هو لسه في حد اتفرج على المسلسلات العبيطة دي؟ ده كلنا بنتفرج عليها. ونعم رمضان يعني بتصحى عشان المسلسل بس ما تصحاش من الصلاة؟ لا يا ايه ده، ايه لهوي تاني يا بالضمير ده؟ استنوا لهوي بس، يا انا لهوي. والله والله انت انا بتعمل، انت عارف انا استنوا عملت بس ايه ما دلوقتي؟ تقولوش انت عارف انا عملت ايه؟ لو اصور لكم انا ربطت راسي عشان اسمع، استنوا بس، اعرف والله اركز انا في اللي انت مراكم عليها بتقوله. حلقات مسلسلات ما سمعتهاش. يا بيتراكم على... انت متضايق عشان بيتراكم عليك؟ طب وبالنسبه للمواد اللي والله يا بتتراكم جدعان عليك؟ كده يا اسطى، مواد ايه؟ الصلاه تتراكم عليه، والاذكار اللي ما بيقولهاش، والقران اللي ما طب بيقولوش، انا الوقت اللي بيضيع بصحى عليه. يا بنت حرام عليك، بتعملي يا في ايه؟ ولا يا ولا انا بصحى للشروع عشان الاذكار والحاجات دي والقران ومش عارف ايه، انما هو يا اللي ولا بيضيع عليا بس الظهر والعصر النوم. يا ولا يا ولا يا ولا، اللي انت بتقوله ده بعيد يا كل خضر البعد عن انا بعلمه لك، ليك بعيد كل تفكير. البعد عن انا بعلمه لك. ده انا المفروض انا بعلم عكس اللي انت بتقوله خالص. انا اول الكلام قلته ان انت هتمنج وقتك بطريقه مختلفه، هتمنج مصروفك بطريقه مختلفه، والله تقوم نفسي تقوم نفسي معاك تخبطني، وقتك. تقوم تخبطني ده المانجمنت بتاع وقتك؟ طب ما هو ده الحقيقة. طيب لا يا حبيبي، لازم تجاهد نفسك للوصول. انت عارف انت فين الامثاليه دلوقتي؟ انت أنا يا في دوب القاع، محقق أنا واحد من صرت في عشره. القاع. لا، يا دوب نقول اشهد ان يبقى دوبت كده، يبقى لا، محقق واحد من عشره. كلنا كويسين، وكلنا فينا حته كويسه، بس احنا بنتشعبط ان احنا نحققها. كل واحد مسلم مسيحي، كلنا زي بعضينا، كلنا كويسين، وكلنا، وهتلاقي المسيحي قبلنا، قبل المسلم بيسبق على كنيسته، ويقول عارف صلواته وعارف مواعيده، والمسلم طب مفروض ان انت تأمني بالله يا دكتور، انا واحد صاحبي مسيحي النهارده هو اللي عرفني ميعاد المغرب النهارده. واحد مسيحي اللي عرفك ميعاد المغرب؟ اه مش كنت عارف، هو هو انا اللي قال لي عليه. صحابي بخليهم اصلا انت مقاوم مين؟ لان هو متدين اكتر منك. ومين قالك ان المسيحي مش متدين؟ متدين اكتر منك. روح اسأله كده هو على ميعاد القداس بتاع الأحد، روح اسأله على صلاة الجمعة بتاعتهم، روح اسأله على أيام صيامه، هتلاقيه حافظهم لك فريرة. ايوه طب ما وممكن انا يكون عارف ده حد، كله. ممكن يكون واحد منهم قاعد معانا وهو يصدق على كلامي ده. يعني أنا أصحابي المسيحيين عارفة إن هم محافظين على طقوس دينهم وعلى عباداتهم أكتر مننا، وده عيب، عيب خب، عيب خطير. فعلا. لا يا ابني، لا يا ابني، اللي انت بتقوله ده ابدأ بتعليمك للكورس انا بديهولك دوت، هتجاهد نفسك وهتغير حياتك. نفسي والله. بس ظبط وقتك، ظبط حياتك، ظبط وقتك، تستقيم حياتك. ارجع لنقطتي تاني علشان انا عندي حاجات معينة لازم اقولها لك قبل الوقت ما يخلص، الوقت هيقرب يخلص. خد بالك يا ابني، انا ما عنديش مشكلة ان الكلام يبقى تقيل عليك في الانجليزي ابدا. دخل الجمل دي على جوجل ترانسليت وترجمها، تمام. وبخد بالك ان في الامتحان انا مش بحاربك في اللغه، يعني انا مش هجيب لك النموذج بيتكلم على الكائنات البحريه عشان اجيب لك كلمه انجليزي عمرك ما شفتها، ولا هقول لك في الفضاء والكواكب والنجوم كده، لا. احنا بنتكلم اهو، انا بقول لك واحد هيبيع، عنده شركه بتبيع دهانات داخليه ودهانات خارجيه، اكستيريور بنت وانتيريور. كلكم يا ولاد ما فهمتوش المساله، ولا هو بس اللي نايم ده؟ ممكن انا هو لوحدي ربنا مركز، بس في حاجات من الانجليزي وقعت مني. بس هو الاسئله انا ما عنديش مشكله. بص يا حبيبي، انا ما عنديش مشكله انك ما تكونش فاهم النموذج خالص، لان انت اول نموذج دوت، فلو فهمته بنسبة 60-70% بالنسبة لي يبقى خلاص وضع أمثل، لأن مع النموذج الثاني والثالث والرابع أنت عينك هتروح على متغيرات القرار على طول، عينك هتروح على الأرقام تستفها في حلو في مكانها على طول، فهمتني؟ إحنا عايزين لسه الأسبوع الجاي كمان بنعلمك في الحرفة دي، لأن دي حرفة مش سهلة. ماشي؟ طب فخلاص دكتور،
هي الأسئلة كلها هتيجي من الكتاب ولا حضرتك ممكن مثلا تجيب من بره؟ لا، في شيت، في شيت نزل لكم، نزل لكم ولا لسه؟ طيب هنزل لكم شيت من 6 مسائل بصيد الأمثلة المحلولة دي. الأمثلة المحلولة دي أنا هحلها لك، والشيت المهندسة هتحله لك في السيكشن. أيوة الحاجات دي بقى مش هيخرج عنها الامتحان. يعني خد بالك برضه، واحنا بنخرج حتى لو خرجت انا هقعد اديك كل دي مسائل وهجيب لك مساله فيها انجليزي ما تعرفوش. لا، الانجليزي هيكون في حدود المسائل دي، ولكن طبعا مساله مختلفه، يعني مش احنا مش بنبصم. يعني انت عايز مساله بصم؟ هو في لكل ماده دكتورين او اكتر، ف او كده يعني مين فيهم بيكون في امتحانين مختلفين لكل دكتور ولا؟ لا يا حبيبي، لا 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 لا، ورقه امتحانيه واحده للجميع. يعني الدكتورين بيعملوها ورقه امتحانيه مشتركه. تمام، ماشي. وطبعا وجود دكتورين للماده دي احسن من الاول بكتير. ليه بقى؟ اللي ما فيها الدنيا، المنهج بيبقى كده معروف هنا بيتعمل ايه وهنا بيتعمل ايه. تاني حاجة، واحد انت بترتاح لاسلوب فلانة، بترتاح لاسلوب الدكتورة رانيا اكتر من الدكتورة يسرية. غيرك لا، بيحب طريقة الدكتورة يسرية وما بيحبش طريقة الدكتورة رانيا. يعني تفهم؟ يعني تلاقي الطالب نفسه بعد شوية بعد شوية الطالب مثلا ايه؟ حاجه رفعها على الفايلز ولا رفعها فين؟ هرفع لكم. لا لا، هرفعه لكم. لقيته مرفوع على جروب 3 ومش مرفوع عندكم، بعد المحاضره هرفعه عشان الناس اللي معاش الكتاب. صح كده؟ لا، الكتاب ده برينتد معاك لو انت دفعه جديده. الكتاب ده برينتد معاك. مش معايا حاجه، مش معايا الحقيقه انا. طب هو لو احنا ما استلمناش الكتب اصلا ينفع نستلمها الترم ده؟ في كتب ما استلمناش. انت ما استلمتش الكتب؟ لا طبعا، روح خدها من استاذ عبد المجيد على طول في المخزن، نفس الاوضه اللي يعني خدنا منها اول ترم. الكتب دي للدفعه اللي هي سنه اولى بس. الكتب دي دفعه سنه اولى. ما هو انا سنه تانية بس محول. سنه تانية محول. طيب عايز تشتري كتاب، في كرايتيريا الشراء. عاوز تكتفي بالبي دي اف اللي موجود على اللي هرفعه لك، اكتفي بيه. يعني في طريقه لشراء الكتاب من الكتب، انا بتبقى عن طرفي لان انا من لجنه الكتب اللي عاملاها. في طريقه لشراء الكتاب لو انت عايز تبقى الكتاب معاك عشان تذاكر منه، يعني بدل اصل هتطبعه هيتكلف قد كده، لكن لما هتشتريه هيبقى برضه مبلغه مش هيكون قد طبعا. يعني مر عليا يوم الاثنين لو عايز تشتري الكتاب، هقول لك بيشتروا ازاي. هتروح عند شؤون الطلاب، هيدوك وصل، هتروح تسدده في البنك وتيجي تاخد الكتاب من الاستاذ عمي. شؤون الطلاب اللي في مبنى هندسة؟ طب هو أستاذ عم يجيد ده في نفس الأوضة اللي استلمنا منها كتب في الترم العام؟ أيوه ده دايما. أيوه هو نفسه. لما قلنا الراجل ده قال إيه؟ الراجل ده، الناس بتوع الماركتينج والتسويق قالوا خدوا بالكوا يا جماعة إن دايما الدهانات الداخلية بتتباع أكتر من الدهانات الخارجية بمقدار واحد. هو قال كده، هو بص أهو قال إكستيريور بنت بتكسيز الانتيريور بتزيد عن الاكستيريور بمقدار واحد، اهو الانتيريور تزيد عن الاكستيريور بمقدار لا يتعدى واحد. الطلب الثاني ايه؟ الطلب الثاني اشترطوا، قال لك ذا سكند ديماند، او الطلب الثاني ان الماكسيمم ديلي انتيريور بنت ما يتعداش 2 طن. اهو ناس بتوع التسويق بقى يا اولاد بيقولوا كده، الناس اللي انت، ما كل شركه عندها ناس متخصصه في التسويق اللي هم بيسموهم دعم اتخاذ القرار، قاعدين في مكاتبهم ما بتلعبش، بتمسك المبيعات وبتمسك الشركات وبتدي نصايحها لخطوط الانتاج على طول. يبقى اذا ضفنا شرطين بعد ما عملنا النموذج الاصلي، لقينا انه احتاج شرطين تاني زودناهم له، وبناء عليه اصبحت المساله هي دي كلها كده. وانا كده حليت، انا كده ما حليتش عشان السؤال اللي جه في دماغك على طول دلوقتي. عملت لنا النموذج، حلينا، قلنا للراجل يعمل كم طن من النوع الاول وكم طن من النوع الثاني عشان تكسب، ما قلناش.
احنا عملنا احنا بنعمل في الـ في التولز اللي انا شرحتها لك المره اللي فاتت، بعمل التول بعمل الخطوه رقم 2 باكون الماثيماتيكال موديل، كونستراكشن اوف ذا ماثيماتيكال موديل. اديك موديل تاني، اديك موديل تاني. ايوه يا دكتور ماشي، اديك موديل تاني وبعد كده هقول لك الكتاب فيه موديلات كتيره تبدا انت يعني. انا حل لك اتنين اعتقد، فيه كمان موديل تالت اهوت بعديه، وفي موديل رابع اربعه. ممكن المره الجايه لو خرجتوا من السكشن محتاجين تاني شروحات تاني اشرح لكم تاني، بس هديك كمان موديل عشان الوقت ايه كده عدى خلاص. خلي بالك اقرا لك دي كلمه كلمه، وزي ما قلت لك انت بعد شويه هيتعلم تفهم المساله، ومش لازم تكون فاهم كل اللغه. يعني لو وقعت منك كلمه ولا اتنين طول ما انت بتذاكر مع نفسك هاتها من النت وافهم كويس قوي، لكن في الامتحان مفروض ان الكلمات معظمها هتكون عارفها، ولو وقعت منك كلمه ولا اتنين مفيش مشكله، احنا هنبقى ايه نفهمها لك. International Wool Company ده بتاع الدايت، الفيد ميكس والدايت، مش انا قلت لك الدايت والنيوتريشن حاجه واحده، التغذيه والدايت هما وجهان لعمله واحده. انا حكيت لكم انا على مساله الدايت دي في المحاضره. International Wool Company operate a large farm، هتعمل ايه large farm on which sheep are raised، عايزه تربي ايه، ربي شيب. الفارم مانجر ديترماين ذات فور ذا شيب تو جرو ان ديزرت فيشن، يعني عشان الشيب فاهمين تكبر بطريقه حلوه كويسه محتاجه مينيمم اماونت اوف ايه اوف نيوترينتس. النيوترينتس دي اللي هي محتاجه اتليست تتحقق المحتويات اتليست يجي لها الريكويرمنت دي. نيوتريتس اللي هي الحاجات اللي اولاد التغذيه اللي هو يعني نيوتريت ايه دوت، هيبقى مثلا ده الفيتامين ده البروتين ده الكربوهيدرات ده الفات، يعني ممكن هو اكتفى بدول. لكن انا لو بكبر النموذج هقول لا ده كالسيوم قد كذا، ده بوتاسيوم قد كذا، ده صوديوم، هدخل بالاملاح بقى اللي الجسم محتاجها. لكن احنا لسه النموذج ايه على قده لسه، عشان انتوا لسه بقول لك يعني النموذج ده يكبر ازاي. خليني ارجع اقول لك للمساله اللي فوق دي، بس خلي ما خلص بقى ايه هنا خلاص. تو جرو زي نيد قلنا ايه ات ليست مينيمم اماونت اوف فور نيوترينتس، يبقى لازم تكون محققه على الاقل الحدود الدنيا للايه للنيوترينتس الموجوده دي. علشان قال لك هما خلاص كده كل القوسين ده ملوش دعوه، يعني يقول لك لو خدت الاربع حاجات دول مش هتتضر. ماشي. المانجر از كونسيدر 3 ديفرنت جرين تو فيد ذا شيب، عنده ثلاث انواع من الحبوب اللي هما بقى بيسموهم الاكل بتاع الحبوب. هتلاقي واحد ماسك ذره مثلا، والثاني تلاقي ايه فول، والثالث تلاقي ايه قول يا وادي على حد منكم بيعرف عدس ما بتاع برسيمة. العدس والعدس الشيب بتاكل عدس. لا ما بتقولك برسيمة هو ولا غيرت رأيك. يا نهار السوح، ما انت بتقولي فول وحاجات كده فقلت اقول عدس يعني. لا انا اعرفه ان الخروف بيأكل فول، ما تعرفوش دي؟ لا بصراحة يا لهوي، فيش واحد منكم جده عنده مزرعة كده عاش بأي حاجة؟ انا عندي يا دكتور بس برسيم عادي وتبن اكله، بتاكله الشيب ايه طب قمح، كنت تقول لي قمح كنت اقبلها. ماشي ايوه صح، ما هي بتاكل كده، تاكل ذره، تاكل فول، تاكل قمح، تاكل شعير، اي تاكل خضار السمونت والبرسيم والحشيش. انا مش عارفه خروف ياكل ايه. ماشي يعني لو تعرف حد عندكم في الفلاحين عنده خروف بقول له بياكل. والله انا فلاح اهو، بس لقيت حضرتك بتقولي فول فبحسبك بتقولي اي حاجه يعني.
الاتحاد ما بتاكلوش الخروف فول، يبقى الخروف بتاعكم بيجي كله دهن. ايه احنا بنشتري الخرفان من المزارع بتاعنا في البلد عشان بنبقى ضامنين ان هو بياكلها شويه فول، مش كل الاكل الذره عشان ما يبقاش فيه كله دهن. انا افتكرت بياكلوه فول قبل ما يذبحوه عشان يسمن كده شويه، يا لحمه يزيد لحم، صح كده؟ ايوه يا بنتم يا اولاد. أيوة يا اولاد انتوا بتعملوا فيها كده ليه؟ ايه انا هقفل المايك مش فاتحه تاني. لا والله ابدا، انت عايز زي العسل، بس انت يعني فلاح عارف بالشوكه والسكينه. والله انا من فوق، انت مش فلاح. ايه بس لا بس انت كلامك كده، انت فلاح بالشوكه والسكينه. لا لا انا كنت عايش في السعوديه فنزلت هنا، فبيقولوا لي في المعادي فلاح عشان من بلد فلاحين وكده، فاهمه؟ فما كنتش عايش في مصر اصلا. بس قولي كده زي ولادي يعني، تربيت في السعوديه فراخ بيضه. حاجه كده. انا ولادي مش عارفين يعيشوا في مصر من ساعه ما رجعنا من السعوديه. ده الحمد لله تعودت. انا تراجع بالك كم سنه. كنت عايشين فين في السعوديه بقى؟ كنت في المدينه المنوره، وما ادراك ما المدينه المنوره. كنت بروحها كل فتره والله، كنت في جده. انا هنا من ثانيه ثانوي. لا انا بلادي بقى جم، ابني جه على الثانويه العامه على اولى جامعه، كان هنا مش عارف انه متربي هناك، يعني كل طفولته كانت هناك. فجه هنا بقى بعيد عنك خيبه. فكرت هنا انزل قبل الثانويه عشان اخد على الثانويه، يعني نزلت في تانية. لا خلنا ثانوية من هناك، الثانوية هناك أحسن طبعا. بعدين أتكلم معاك في التفاصيل دي. ماشي. سعودي نقلنا تانية، نقلنا من تانية خدنا ثانوي سعودي. أحسن. أي والله، ويا ريتني عملتها في أخو الصغير، هو متبهدل. القدرات أكيد هي اللي وقعته صح؟ ابني ما وقعش، ابني ضوء أكبر كان جايب فول مارك. طيب ما شاء الله كويس. درس طب أسنان في جامعة القاهرة. كويس، ربنا يحفظه لك. الله يخليك. انا ما هو خلاص في الامتياز دلوقتي، محتاج في المستشفى ان شاء الله. بص يا حبيبي، يبقى قلنا خلاص احنا خدنا خبراتنا من بتاع فقوس اللي هو متربي في السعوديه وما عرفش الخروف بياكل ايه. ان المزرعه عندها ثلاث انواع من اكل خروف، نوع واحد نوع اثنين نوع ثلاثه، ولازم تحقق 4 ريكويرمنت للخروف عشان يعرف تبيعه. هو لو ما اكلناش الخروف وادلناله عايز بروتين وسميناه قبل البيع كده وبقى حلو وجميل، مش هيتباع. عشان يبقى كويس لازم يحقق النيوتريشن دي. بس مشكله الراجل بتاع المزرعه، انا صاحبه المزرعه وفقير، كلنا فقراء. ليه فقراء؟ لان الراجل ما عنديش الحاجات البقره بتاعتي عشان ذكرت كلمه كده بياكلهم علف برضه. العلف ده هو الغله صح؟ في كلمه عماله افتكرها، هي علف دي ولا هي دي الغله؟ اسكت إيه؟ يا اسكت. انت المفروض ما تدخلش فؤوس خالص، ومفيش حد يعمل فؤوس يمنع الواد ده من دخول فؤوس. فؤوس هي اللي بتفتكر في كلمه علف. والله المفروض احنا بناكل علف بقى. لا ايه ده، احنا بناكل علف فعلا؟ بنشارك الكاو في العلف يا ادم. مفيش حد يا ادم الشرقيه يرد على الواد ده. كاو ايه بقى؟ ما خلاص بقى قولي. لا دكتور كاو ايه من فوز برضه، بس سايبه يتكلم. مين بقى ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ ده ما تدخلوش هات جمهورية فوز الواد ده. بقت جمهورية خلاص. طب على فكرة عمل فلادنا بقى وعايش في وسط الفلاحين، بس مش اسكت يا ماشي. اسكت يا، ولا لما تحكي لي تحلف لي حتى على الماين دي تجمد والنار تهمل انك عايش في الفلاحين، ما صدقك. واحد بالك ساعة تفتكر في كلمة عرف. اسكت يا. طب صدقت امني بالله ده فولوينج تيبل. لا لا كملي والله عشان هشيلك. عمال افتكر في الكلمه عشان ابويا وعمي كانوا فاتحين محل علف، عمال افتكر هم كانوا فاتحين محل ايه. طيب ارجوك انا صايمه. ماشي حرف تاني افطر. هشيلك والله ما كنت عايز اقول عشان كده. هفطر والفطر بالشتيمة، فاسكت شوية. ماشي. طيب the following table list number of unit of each nutrient in each pound of grain. يعني ايه التيبل ده؟ بيوريك اليونتس لكل نيوتريت، لكل ايه نوع من انواع الحبوب. المينيمم ديلي ريكويرمنت
لكل شيب من كل واحد معروف، والكوست يعني هنا النيوترت الاولاني ايه، الثلاث انواع جرين اهم، هياخد الحبوب الاولى القمح فيها 20 من نوع الجرين من نوع النيوترت الاول، وفيها النوع الثاني بتاع الحبوب فيها 30 والنوع الثاني فيها 70. لو كان فول ده مثلا هيبقى الفول كله بروتين والنوع الاول ده بروتين. الحيوان عايز ايه؟ الشيب، الشيب عايزه 110 وحده بروتين في اليوم، وعايزه 18 وحده فات في اليوم، عايزه 90 وحده فيتامين في اليوم، وعايزه 14 وحده مش عارف ايه في اليوم اي حاجه. خلاص، ودي توزيعة الوحدات في كل نيوت في كل نوع من انواع الحبوب. اهم حاجة عندي التكلفة بقى، انا بشتري الحبوب الاولى ب 45 41 جنيه الكيلو، منها كيلو او الطن او اي ما يحسب ما يحسب، والنوع الثاني بشتري ب 36 والنوع الثالث بشتري ب 96. عايز ايه يا اولاد؟ عايز ايه؟ عاوز مينيمم كوست. يبقى متغيرات القرار ايه؟ لازم حد منكم يقول لي عشان قربت اقفل خلاص. خمس دقايق واقفل. ها مينيمم كوست متغيرات الاولاني اكس 1 واكس 2 واكس 3 على الجرينز، ولا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 على النيوتريت؟ متغيرات القرار على فين؟ بنتي الجميله اللي قاعده دي جرينز. صح على جرينز. كنت بسال بنتي اللي سمعت صوتها من شويه على جرينز. على جرينز طبعا، انا في ضميري. على جرينز، على جرينز متغيرات القرار على جرينز. صح طبعا، لان هو دي هي دي هو قالك مينيمم كوست. طيب هو لو انا هشتري الفيتامين، لا لا لا، هشتري الدهون، هشتري البروتين، هشتري الكربوهيدرات؟ لا، انا بشتري فول يا قمح يا شعير يا كده. يبقى اكس واحد عدد العدد الاطنان اللي هنستعملها من النوع الاول، اكس اتنين اهو. صح يا دكتور، اللي النص. اكس واحد عدد الباوند بالاوزان يا اولاد. باوند، الباوند دي وحده وزن. الباوند بنقارنهم باللي هو 40 و96. صح كده، نشوف انهي المينيمم كوست. لا، هضرب اكس 1 في 40 يبقى جبت التكلفه الكليه بتاعت الحبوب، هضرب اكس 2 في 36 يبقى جبت التكلفه الكليه بتاعت الحبوب الثانيه، هضرب اكس 3 في 96 يبقى جبت التكلفه الكليه للحبوب الثالثه، اجمعهم على بعض يبقى جبت التكلفه الكليه بتاعت المزرعه. فهمت؟ يا واد المزرعه المفروض ان انا هقول له اشتري اكس واحد من الفول واكس اتنين من الشعير واكس تلاتة من القمح. اما اكس واحد ده باوندز، باوندز دي وحدة اوزان الانجليزية، باوندز دي وحدة الاوزان الانجليزية اهي، دي وحدة اوزان. يبقى اكس واحد الكمية اللي هيشتريها في ثمن الوحدة، اكس اتنين في ثمن الوحدة، اكس تلاتة في ثمن الوحدة، اجمعهم على بعض يبقى انا جبت التكلفه الكليه. كلنا مقتنعين ان دي التكلفه الكليه؟ يعني احنا دلوقتي في رقم واحد اللي هي اللي الباوندز واحد، باوندز واحد. المفروض دلوقتي بنضرب واحد في 34 في 41 اللي هي رقم 2، 2 في 36 رقم 3، 3 في 96، ونشوف انهي اللي اعلى حاجه يا واد. لا، هجمعهم على بعض يا حبيب قلبي عشان نجيب التكلفه الكليه. هو انا مزرعه هشتري فول بس؟ طبعا. هأكل بقى، انا هأكل كل الخراف فول بس، ده هيتخرب بيتي. صح ولا لا؟ يعني الفول يعتبر غير، وفي نفس الوقت هأكل ذره بس، ما هم هيربوا دهن مش هيربوا لحمه، مش هربحهم. اقدر اعيشهم على برسيم بس، هيبقوا عصافير ويتمصوا. الخضره دي بتديله بس فيتامين، لكن ما تديلوش يعني فاهم؟ ما انا لازم هاكله حبه فول، حبه ذره، حبه برسيم، حبه شعير، علشان اعمل له اكله متوازنه في نفس الوقت ما يتخربش بيتي.
ولا باكل وما يتخربش بيتي وانا ببيع، يعني لو اكلت كل فول ما انا هبيعه وهيبقى حلو الناس، انا هبيعه ايه يعني؟ هبيعه عربيه مرسيدس كده؟ الخروف هيبقى لي سعر في السوق محدد مش هتعداه، فاهمين الفكره؟ ايوه ايوه. ما هو هو مال هو الراجل جالي ليه؟ ما كان الراجل اللي يقدر يجيب شوال فول على شوال ذره على شوال بتاع ويفرط وكله يا عيال كله يا عيال وخلاص. بس ساعتها كانت في حاجه هيفقدها، يا اما هيخسر في ثمن الاكل اللي بيروح على الارض اللي بياكل الكاو، هو خايف على حاجته وعاوز يكسب فبيخسر في الاكل عشان ياكل الاكل، او في نفس الوقت التاني انه هيبدا يعمل ايه؟ انه هيقول لك استخسر في حق في الاكل واكلهم اكل ضعيف، وساعتها مش هيعرف يبيع في السوق حاجه. فهو بيقول لي قول لي حاجه متوازنه بتكلفه اقل ما يمكن وحقق متطلبات الحيوان ياكله عشان اعرف ابيعه. فهمنا؟ اتوجعت انا بعيالي. فهمنا؟ يبقى انا اول حاجه احدد متغيرات القرار، اتنين اشوف انا الكوست بتاعتي هتيجي منين، ثلاثه كونت داله الهدف من كل حاجه بشتريها وجمعت ثمن المشتريات على بعضها. فهمنا يا رجاله؟ ايوه تمام ماشي يا حبيبي. خلاص نبدا بقى. الشرط الاولاني الحبوب الاولانيه او اللي هو المكون النيوتريت الاولاني ده، عشان احققه الحيوان عاوز 110 في اليوم، قال على الاقل. على الاقل معناته ان الكواليتي هتبقى اكبر ولا اقل ولا مساواه؟ هو هو الحيوان لو عاوز 100 اقل، بقول لك على الاقل يبقى اقل، على الاقل ياخد 110 وحده يبقى اقل مساواه اكتر يبقى اقل حاجه 110، يعني هو عايز اعلى اعلى من 110. اه ليست at least يعني اكبر من او يساوي، هو قال فوق at least اهو، انا شارياها انا اتعلمت عليها مره بس انت ما خدتش بالك. at least يبقى هقول 20 في اكس 1 زائد 30 في اكس 2 زائد 70 في اكس 3 اكبر من او يساوي 110. ده الشرط بتاع الفيتامين. طب الشرط بتاع، قول يا ابني. الشير واقفه. الشير واقف يا دكتور. انت في الشير واقف يا دكتور. اه والله كنت لسه عايز اقول بحسب المشكله من عندي. ماشي مفيش اصلا مش ظاهر حاجه. حاضر اهو 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 ما تزعل يا عم. اهو ماشي جات لك كده؟ اه تمام. طيب الشرط التاني بتاع النيوتريت التاني هيكون ايه؟ حد يقوله لي؟ يلا يا واد. ما جابش حاجة عندي في شاشة سودا. ما هو اصبر شوية هيشتغل. قول يلا على ما يتحرك الشاشة من القاهرة الفاوس. دكتور هتبقى 10x1 بلس 10x2 بلس او مش مهم عشان كده كده هتبقى تايمز 0 تمام ايكوال جريتر ذان اور ايكوال 18. برافو عليك. يلا اللي بعده. 50x1 زائد 50 زائد 30x2 اكبر من او يساوي 90. اللي بعده يلا دكتور بجد. وانا مش عايز افطرك بس انا فعلا الشرط الثاني ده مش فهمت من اول مثال. ازاي بقى بيعملوه؟ ازاي بيقولوا الحاجات دي؟ ايه؟ طب استنى ما اخلص هرجع تاني. كمل يا ابني. ها 6x1 زائد 2.5x2 زائد 10x3 أكبر من أو يساوي الـ 14. المتغيرات بتاعتك لازم تكون أكبر من أو يساوي الصفر، صح؟ ولا ينفع تطلع له سالب 10 باوند من الفول؟ لا أكبر من الصفر. وشرط تبقى انتجر ولا مش شرط؟ لا مش شرط عشان المفروض دي حاجه بتتوزن. برافو يعني مش طيب. حاجه بتتعدى. برافو عليك. بص بقى ادي اللي انت قلت اهو، شفت ابني اللي قاله بالظبط؟ ادي الشروط وادي كل المتغيرات اكبر من الصفر بس.
طيب ممكن يا ابني انت اللي قلت الشروط دي تشرح لي فهمت ايه مساله باسلوبك، يمكن ايه ما تتكلم تستوضح حاجه زمايلك يستفيدوا منها. تمام. اول حاجه في نفس الوقت لو قلت حاجه غلط اصححها لك، يبقى انا دخلت جوه دماغك وفهمتك اكتر. ابني تمام. اللي هو لسه رد عليا مش انت، التاني ابني التاني اسمه ايه؟ ايوه اسمه ايوه عشان اعرف اساميكوا بعد كده من اصواتكم. انت اسمك ايه؟ عمر. عمر. عمر ماشي. عمر. عمر. عمر قول لي كده، قول لي يا عمر كده لو انت قدامك النموذج ده هتفكر ازاي في تشكيله؟ يلا بلاش يا دكتور. بلاش ليه؟ يعني ده انا فهمتها في الحته الاخيره بس يعني ليه؟ طب بنتي فهمت؟ البنات البنات بحب البنات بتفعلي في الحاجات دي. بنتي فين؟ البنت راحت فين؟ بنت نامت يا بنت. بنت عم تطبخ. هو انا فهمت يا دكتور من اللي قدامي البنت يعني... راحت فين؟ البنت راحت فين؟ قولوا لي البنت راحت والله فين؟ والله سيبك منهم يا دكتور، خليكي فينا احنا. ايوه يا دكتور. البنت راحت فين؟ راحت فين يا بنت؟ حضرتك ما كنتش معايا اخر، فما كنتش فاهمه الصراحه. انا دخلت يعني 9 ونص سيبوا بقى المحاضره وناموا. لا والله هو ممكن يكون بقى احنا بقى احنا دخلنا ادينا نصيحتين بس وخرجنا. لا هي ما هي قعدت تأنب في ضميري ودخلت تنام. وده الامثاليه في استفاده الوقت من المحاضره يا ماما. انا فهمت بس فهمت ايه ان احنا بنقسم الحاجات اللي هي المفروض اللي هي كلها ايه اللي هو الحاجة بتاعتنا دي، فاحنا قسمناها وبعدين لازم كل حاجة من دول لازم تكون أكبر من الصفر، ما ينفعش تبقى سالب. هي ازاي تبقى سالب يعني؟ فده اللي أنا فهمته. وعادي إنها تتجزأ عشان هي عادي مش ده حاجة بتتوزن، وبرضه تجزأ الحاجات اللي هي على بعض لأن ده هياكلوا حاجة واحدة، فبنجمعهم كل يعني كل الحاجات دي بنجمعها عشان هو كل حاجة واحدة بس، وبعد كده زود اكبر بقى من الصفر. الحاجات اللي بتقول عليها ان هي الحاجات اللي مثلا زي الفيتامين، زي مثلا زي يعني بنجزئ الانواع الحاجات اللي هم هياكلوها. ماشي خليني ارجع اقول تاني. ماشي طبعا انت كويس، بس انا عايزه منك حاجتين. عايزه منك بعد ما انا اقفل معاك، يعني لو انت مش هتنام يعني او ناوي تذاكر بالليل اي وقت تذاكر فيه، النموذجين اللي انا ذكرتهم لك دول امسكهم افهمهم حرف حرف، يعني اي كلمه مش عارفها ادخل على النت هات ترجمتها وارجع اعملهم تاني. وان شاء الله يوم الاثنين الجاي في السكشن لو خرجنا بالنتيجه ان احنا لسه برده مش متمكنين، يبقى برده يوم الاربع الجاي هعيد لك انا برده نموذجين ثلاثه كمان. ماشي انا ما عنديش عجله في الامر، اهم شيء عندي انك تفهم الجزئيه. يعني مش هنعد دروس وانت مش فاهمين وما نفرح بقى، لا مش هفرح. أنا يهمني إنك تفهم اللي بقوله. فنقول تاني، دي شركة يا أولاد، دي مزرعة، دي مزرعة عايزة تربي شوية شب. طب نقول تاني، في حد يعرف يقرأ المسألة دي ويفهمها لنا من الناس اللي قاعدة؟ يعني في حد منكم بيعرف يقرأ إنجليزي كويس؟ أيوة يا دكتور. أنت؟ آه. طب يلا فهمها لنا حبيبي، اقرأ وفهمها. اقرأ وترجم، اقرأ وترجم. تمام. International wool company operates a large farm on which sheep are raised. بيقول لك ان هو في شركه يعني اتبنت او مسكت مزرعه، تمام، هتجيب لها خرفان، تمام. The farm manager determined that for the sheep to grow in the desired fashion. يعني هو بيتكلم ان هو عايز يكبرهم، او المانجر ده عايز يكبر الخرفان بطريقه مثاليه، بطريقه عصريه. ها بالظبط. They need at least minimum amounts of 4 nutrients. اربع مكونات غذائيه لابد من تحقيقها على الاقل. نقطه اقرا اللي بين الاقواس ولا كمان؟ لا مش مهم خلاص، هو يقعد يقول لك ايه هم، يعني اقل من كده هتطلع حيوان ضعيف. The manager is حيوان. حضرتك منين يا دكتور؟ حضرتك اسكندرانية؟ بس يا ولد يلا يا ولد ما خلص هنكلم.
يلا يا حبيبي كمل. ها the manager is considered three different grains to feed the sheep. بيقول لك ان هو دكتور عايز يستخدم ثلاث طرق عشان ثلاث انواع ثلاث انواع من الغذاء. تمام عشان يعرف يعني يعرف يغذي ال هيأكلهم بثلاث انواع من الحبوب. تمام. The following table lists the numbers of unit of each nutrient in each pound of gain the minimum daily requirements of يعني each. الأوزان بالباوند بتاعت الحبوب. بالضبط يبقى عايز المينيمم يعني الأقل نسبة في اليوم ممكن يستهلكها الخروف يعني. And the cost and the cost of each grain the manager believes that as long as a sheeper receives the minimum daily amount of each nutrient. يعني بيقول هنا ان ال ان ال ان لو حققت متطلباتها هتبقى healthy. لو حققت متطلبات الاكل ده it will be healthy وتجيب standard amount of food وتجيب صوف كويس. يعني الشر يعني لو كانت الحاجات دي يبقى هتبقى كده حلوه كده ملزقه خروف حلو وجميل ويعمل لنا صوف حلو ويعمل ونعرف اللحم حلو كده ماشي. ها it will be healthy and produce a standard amount of wool. The manager wants to raise the sheep at minimum cost. يعني هو المانجر عايز اقل نسبه او اقل سعر ممكن يمكن الخرفان دول يتكلف يا واد. لا اقل فلوس يتكلفها في شراء الحبوب. ايوه انا اقل اقل نسبه ممكن هو يدفع اقل فلوس. مفيش نسبه الخرفان. احنا ما بندفعش نسبه احنا بندفع فلوس. ايوه انا قصدي ان هو اقل نسبه فلوس يعني اقل فلوس ممكن يطلعها اقل كميه فلوس. فلوس مش كميه نسبة. فلوس تمام اقل فلوس ممكن يدفعها يعني في ان هو ياكل خرفان. ايوه كده النسبه دي هتبقى ريشيو. احنا ما بنتكلمش في ريشيو احنا بنتكلم في قد ايه فلوس قد ايه فلوس هتندفع. عايزين نقلل الفلوس المدفوعه بحيث ان الشيب تاخد الريكويرمنت بتاعتها وفي نفس الوقت تاخد الايه اكون حققت متطلبها وانا ما دفعتش كتير. طيب واضح يعني الهاري ده كله يا دكتور بيقصد انه هو الحاجات اللي في سميته هاري المساله الكلام ده كله اللي في المساله بيطالب انه يعني التلات حاجات دول هم اقل حاجه ممكن تدفع الخروف عشان يطلع باعلى جوده صح كده ده انا فهمت ايه ده كل ده وفهمت. لا الجدول ده بقى الجدول ده بقى يا ابني انت فاهمه ازاي. الجدول ده عبارة عن انواع حبوب اهي 1 2 3 هنأكل الخليط الحيوان بتاعنا او الشيب بتاعنا هنمكس له من ده ونأكله. بس واحنا بنشتري النوع الاول الباوند منه ب41 جنيه النوع التاني الباوند الواحد منه ب36 جنيه النوع التالت الباوند بتاعه ب96 جنيه. يبقى انا بدفع قد ايه فلوس بعد اذن اللي بيفرق ما يفع عليا بس ما يفلوش. انا بشتري كمية X1 من النوع الاول X2 من النوع الثاني X3 من النوع الثالث. اذا كنت بشتري X1 من النوع الاول اكيد هضربه في 41 عشان اجيب تكلفته. تمام. يعني هشتري بشتري X2 يطلع 10 كيلو يطلع 20 كيلو يطلع 20 باوند 70 باوند 100 باوند يطلع ما يطلع هضربه في 36 عشان اجيب التكلفه الكليه. X3 هضربها في 96 عشان اجيب التكلفه الكليه للحبوب الثالثه. بس انا بشتري كل انواع الحبوب يبقى هجمع ده زائد ده زائد ده يبقى المعادله دي كلها قلبت فلوس. المعادله دي كلها اللي انا قلتها بوق دي اصبحت فلوس. دي معادله فلوس دي معادله فلوس يا ولاد. ليه؟ لان ده تمن الكيلو الواحد ضربته في عدد الكيلوات. ده تمن الباوند الواحد عشان هو شغال بالباوند في المساله دي ضربته في عدد الباوندات. ده تمن الباوند الواحد ضربته في عدد الباوندات يعني دي معادله فلوس. يعني دي معادله تكلفه.
ومتكلفة لازم تحقق الريكويرمنت سبجكت 2، لازم نقول سبجكت 2 محشرت أنا أهي محقق الريكويرمنت 1 2 3 4. معلش يا دكتور، هي الكوست دي اللي عايز الباونس ولا السعر نفسه؟ كوست يا ابني تكلفة الباوند الواحد بتضربه في عدد الباوندات اللي انت هتشتريها. تمام. كوست دي اكبها اكس وان بترمز عدد الباوند اللي انت هتشتريها من نوع ايه؟ من نوع العلف الاولين. ماشي يا شباب؟ تمام. طب بالنسبه للكلام اللي هو تحت حضرتك قلتي لازم نكتبه بعد ما نخلص اللي هو العمليه الحسابيه اللي هي المينيمايز دي. ما خلاص لا الرغي ده مش مهم تكتبه، انا عايزه بس المعادله وانت بتحل، وعايزه الشروط دي. ايوه الشروط دي بقى انا مش فاهمها ازاي. ما الشروط دي انا بتكلم على الشروط دي برضه، انا عايزه ما انا قلناها، ما انا هو ده زميلكم اللي قايلها مش انا. الشرط الاولاني هتضرب الاحتياج الشيب الواحد من كل حاجه 110. هياخدهم منين؟ هياخدهم من 3 انواع الحبوب اللي هياكلها. ايوه تمام. النوع الاول فيه 20، والنوع الثاني فيه 30، والنوع الثاني فيه 40، بس هضربه في اكس واحد اللي هياكله منه. يعني هياكل اكس واحد في 20، اكس 2 في 30، اكس 3 في 70، كل دوت لازم يزيد عن 110. تمام. يعني المعادله تبقى 20 اكس زائد 30 اكس زائد 70 اكس اكبر من او يساوي 110. ايوه اهي. ولا انا فاهم غلط؟ اهي ودي. لا صح كده. تمام اهي. تمام. يعني هنعمل بقى 3 معادلات من دي. 4 فين؟ هما 4 حاجات. اه الرابعه بتاعت الكوست. لا هما 4 نيوترت. دمينكم نيوترت. ايوه ايوه 4 هم. تمام. والخامس ان المتغيرات اكبر من الصفر، وده اهم واحد. عارف لو نسيت ده مصيبه سودة، لان معناته كده انك ممكن تاكل، تقول للراجل بتاع المزرعه اشتري سالب باوند من العلف اللي انت مش عارف اسمه. فهمنا كده يا ولاد؟ روحوا بقى تعبتوني، روحوا بقى تعبتوني قوي، كفايه كده. انا اللي تعبتك مش هم. لا حبيبي على راسي، ربنا يخليك. تسلم. خلاص يا شباب كده ان شاء الله اللي منكم بقى فهم يعني كده وعاوز يبقى واد كده جدع ويبقى ساب بقى عصره، يدخل في يدخل في ال3 امثله التانيين يحاول يترجمهم ويحاول يفهمهم، بحيث ان انا لما اجي اشرحهم لكم المره الجايه يبقوا سهلين عليكم. ماشي تمام دكتور. معلش بس هو هي السلايدز دي فين؟ هرفع لكم البي دي اف دلوقتي. تمام. على فكره انا مش شغاله من سلايد، انا فاتحه البي دي اف عندي وبقول منه على طول. ليه؟ علشان تبقى عينك في نفس الكلام اللي في الكتاب، عشان لما تفتح الكلام تلاقي هو اللي انا قلته لك. لما تيجي تذاكر من الكتاب ما تقولش الكتاب فيه كان الكتاب جاي من المريخ وانا من كوكب عطارد. تمام. البدايه دكتور من اول دكتور. سلايد واحد يعني لحد سلايد كام؟ شابتر واحد انا شرحته المره اللي فاتت وفي المحاضرة كده بقى ايه قلت لكم الكلام مش مهم منه، مش مهم ترجع لشابتر واحد. لو انت حضرت المحاضرة اللي فاتت او سمعت الفيديو ال 20 دقيقة اللي انا نزلته هيقضوك عن شابتر 1. ادخل في شابتر 2 على طول. طب دكتور معلش لحد صفحة كام؟ طب او سلايد كام؟ انا شغلت لغاية صفحة كام؟ مش حاجة 8 ولا بتاع. دكتور معلش هو تسعة. بتاع المحاضرة اللي فاتت اللي على مايكروسوفت تيمز مش ما فيهوش صوت عندي. طب ما انا اصلا دفعت لكم عدت المحاضره، عدت اللي انا قلته كده وبعته لكم فيديو على المجموعه في الواتساب. خلاص لما انا اخش اكلمهم حد يرجعه يا حد يرجعه يمكن هو قال له 20 دقيقه ده. بقول لك حد يسحبه مع يعيد ادخله يمكن هو الواد يمكن دخل متاخر ما كانش شايف. بالظبط. ايوه يا دكتور حد يرجع المادة فعلا متاخر. ماشي ادخل حضرتك ترفع الشيت.
تمام يا دكتور. ادخل على الجروب وحد يرجع يعمل له يرجعه يسحبه تاني او ليه. تمام شكرا يا دكتور. هرفع لكم الشيت اهو. بس هرفع لكم الشيت بس انت قبل الشيت قبل الشيت ادخل كمل الثلاث مسائل دول شوف افهم منهم قد ايه ولو كده انا هعيد لكم عليها هذكرهم لكم تاني مع بعض المره الجايه. بقول لحضرتك الفيديو اللي انت نزلتيه على الجروب دوت على الواتس دقيقتين ولا 20 دقيقه؟ لا 20 دقيقه دقيقه 37 ثانيه. ايه يا ولد دقيقه خش اتاكدي كده على جروب 4 جزء من اول محاضره ان شاء الله. دكتور نزل على جروب الواتس فعلا دقيقه ونص. دقيقه يلا ده والله دقيقه ونص. حضرتك قلتي جزء من اول محاضره وان شاء الله هرفع لكم الجزء الثاني بالظبط. الجزء الثاني بقى ما نزلش السنه اللي بعدها. حد قال يا دكتور معلش لو حضرتك نسيتي تبعت لنا طيب المحاضره. لا. يعني لا دكتور هو الواتس بيبعت مش بيبعت فيديو اكتر من دقيقه ونص يا دكتور عشان كده الفيديو مش اتبعت كامل لما حضرتك بعتيه. حضرتك عادي ينزل على التيمز لو نزلتيه على التيمز هينزل عادي. استنى ما انا عارف ينزل على التيم بس اصبر عليا بس لما اجيبه لك. جروب 4 انت بتقول كلام مش مظبوط ابدا. الفيديو ايه ده شفتي بقى من غيري كنت هتصوحوا. المحاضرة اللي فاتت ما الصوت كان بس هديكم النهارده مقدمة على اوبريشن ريسيرش ممكن اول ما ابتدوا التفكير في التدخين بخصوص العملية. ما اشوف لك بقى الفيديو فين ده. طيب استنى كده. هو انا عدت الكلام ده في المحاضرة في السكشن. لا انا في المحاضرة انا مديهولك انا بنفسي في السكشن مش الموشن المعين ده. لا خلاص مش لازم. طيب خلاص مش انا هشوفه فين اصله وعندي على الجهاز وهرفعه لكم تاني. حضرتك باذن الله ترفعي الكتاب والشيت امتى؟ حالا. بس خليك معايا عشان برضه ما انساش. حالا 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 نرجع فايل أبلود فايل. أنا حطه في داونلود يمكن. مو نزل على الديسكتوب برضه. وحضرتك كنت انا تبدا الساعه كام؟ ايه دكتور؟ المواعيد الجديده يا ولا المواعيد الجديده يا دكتور. المحاضره هتخلص دلوقتي اصلا. انا عارف انا خلصت انا مش هطول عليكم. طب روح انت ولا اللي عاوز يخرج يخرج وانا بس هعمل لكم ابو الغيابه دكتور. فقط لا غير. ما انا الغيابه انا باخده انا من خليك دقيقه بس هاخد الغيابه. الغياب البرنامج الغياب بيسجله لوحده. طب يا دكتور في واحد موبايل عنده النت عنده فصل يعني وكده من شويه 261 خليه يكتب على الجروب. هو فصل عنده وكلمني رن عليا. يا واد على الجروب يا واد يكتب على الجروب الواتساب. على جروب الواتساب يعني ايه بعت جروب الواتساب مقفول. ماشي خلاص شكرا فهمت. مقفول ليه؟ عاملين الادمنز بس اللي يكتبوا. هو ايه الجروب ده؟ حد يضيفني على الجروب ده ليه يعني؟ الادمن اللي يكتب. لا لا اللي خلي الادمن يفتح اللي عاوز يكتب اي حاجه يا اولاد وعاوز يسال اي معلومه يعني هو يعني هي تمام. لا خلوه لا يفتحوا بس احنا يعني نخلي كتاباتنا بتبقى يعني يعني نجرب نفتحه يعني ما نسلبش من الناس الحريه الا لو هي
يعني تجاوزت فيها، لكن طول ما الناس شغالة يعني عادي ومطلوب بتعمل مش فيهوش حاجة تجاوز يبقى خلاص. وانا في جروب مفتوح يا دكتور، الجروب اللي انا فيه مفتوح. اه بالظبط، وانا كمان اللي هو جي 4. ما عشان كده مستعجبة ليه؟ احنا جي 3. احنا جي 3 يعني. نخرج دلوقتي يا دكتور؟ طيب حاجة الغياب يعني. اه خدت الغياب وكتاب كمان بتعمله داونلود برفعه لكم يعني عاش خلال دقيقة وهتلاقي كتاب موجود. شكرا يا شباب، شوفكم على خير. طب الفيديو اللي حضرتك قلتي هتبعتيه على ما انا هشوفه عندي. ليه رفع كده؟ انا ما انتبهتش ان هو كده، لان انا مسجلاه عندي. حاضر، ما انا هعمل كده، هعمل كده ان شاء الله. يا دكتور. نعم. انا بعت ايه في الشات عادي ولا امسحه؟ ايه انا ما كنتش عارف ان حضرتك هتعملي داونلود للغياب، فبعت اسمي في الشات. امسحه ولا اسيبه؟ لا لا سيبه، مش مش مشكله. تمام. في حاجة تانية دكتور ولا نخرج خلاص؟ اللي عاوز يخرج يخرج. انا بعمل ابلود بس للفايل، ولو حد واحد معايا هيقضيني، هتاكد بس انه شاف. اعملي استوب. انا خدت الغياب، انا هعمل كل ده، بس مش عايزه اقفل الا لما الكتاب. طب اوقف الريكورد خلاص. خلاص كده.